السلام عليكم. اليوم عندنا الفصل العاشر. طبعا الفصل العاشر يتكلم عن اصل الكلمات، شلون اجت هذه الكلمات. يعني انا من عندي كلمه بالانجليزيه، هذه الكلمه شلون اصلها، شلون تصاغ الكلمات باللغه الانجليزيه، شلون تتكون، شلون تتالف. واضح هذا المقصود بهذا الفصل. زين، مثال، يعني اعطيكم مثال بسيط على هذا الشيء. يعني مثال عندنا باللغه العربيه، يعني مثلا إذا أريد نجي على كلمة مثلاً، كلمة إنترنت، هذه كلمة إنترنت اللغة العربية أجت من الأجانب، أجت من اللغة الأجنبية، أصلها كلمة أجنبية لأن هم الأجانب اخترعوا الإنترنت، فأصبحت الإنترنت لغة، كلمة دخيلة إلى اللغة العربية. أصلها منين؟ إذن هذه كلمة أصلها من الأجانب، أجت علينا. زين، فهنا احنا هنا راح نتعلم الكلمات شلون تصاغ، شنو الاصل الكلمات والى اخره بهذا الفصل ان شاء الله تعالى. هنا قاعد تشوفون هنا مثال عليها، مثلا هذه الكلمه اللي تشوف اصلها منين جاي، مثلا كلمه تشوف هنا شيخ عربي، اصلها منين؟ من اللغه العربيه. شنو معناها اولد مان؟ رجل كبير. واضح. ويندو منين اجت؟ اصلها من الاولد نورس، اصلها معناها وايند اي، عين، خلينا نقول يعني عين كبيره او هيك معنى، يعني واضح. بازار اصلها منين؟ وهذا معناها ماركت، سوق. واضح. سيك جابانيز، اصلها من اليابان، شنو معناها؟ رايز واين، والى اخره. شوف بدي نعطيك اصل الكلمات. واضح. نجي اول طريقه اللي نشتق بها الكلمات اللي هي كامباندينج. تعريفها is simply the joining of two or more words into a single word. اذا ببساطه هي نقول دمج كلمتين او اكثر في كلمة واحدة. واضح. as in hang gulder، طبعا هذه ما واضحة يمي. زين، فهنا بهذا التعريف طبعا هذا لازم تحفظه وتحفظ عليه مثالين ثلاثة. هنا عندنا بالكمباوند وير، شنو يعني؟ ان كلمتين ندمجهن سوية اصبحن كلمة واحدة. مثال عليها breakfast، break واحد وفاست واحد، من دمجناهن انتج معنى جديد. فاست سريع، وبريك معناها يكسر او معناها راحة، احيانا يعني براحة، يعني خلينا نقول بريك يعني استراحة او يكسر، وفاست معناها سريع، بس من breakfast صارت فطور، اختلف المعنى. واضح. فهنا دير بالكم على هذه، فهذا يسمونه compounding. نجي على هنا derivation. Derivation معناها شنو؟ is a forming of a new word by combining derivational affixes or bound bases with existing word. يعني شنو؟ يعني أنا عندي كلمة أضيف لها مقطع آخر، وهذا المقطع الآخر راح ينتج لي كلمة جديدة. هذه العملية كلها شو اسمها؟ يسمونها derivation. مثلا play، till play، هيتش، pre-ask، implant. دي تشوف هذا المقاطع اللي دي تنضاف في البداية. أنا أريد نقطة من عندك مهمة، يعني أنت كطالب يعني لازم، ما لك علاقة بالوصول اللي راحت، ما أدري شنو، ودوخ نفسك. هنا خلينا نقول بدينا موضوع جديد، يعني ما أريدك تنسى المعلومات كلها، بس أقصد يعني أريدك يعني خلي يكون بديت بداية جديدة بهذا الفصل، يعني ولا تظل تربط المعلومات القديمة وتقول هذه شلون هيك وهذه. واضح. هذا الديريفيشن معناها شنو؟ الاشتقاق يعني هيك. انفيدنشن معناها الاختراع، اختراق، عفوا الاختراع. يعني شنو؟ يعني مثلا نايلون، النايلون اختراع، فتشي اختراع جديد، من اختراع جديد راح تطلع له كلمة جديدة. مثلا تلسكوب، تلسكوب كلمة جاءتنا جديدة، ليش؟ لان اختراع التلسكوب هو جديد والى اخره. فالكلمة الشيء اللي اخترع جديد راح تنجي وياه، تجي وياه كلمة جديدة.
هذا يسمونها نوع آخر من النوع الاختراعات. زين، نجي على الإيكازم. إيكازم معناها شنو؟ معناها is a formation of words that sound suggest their meaning. يعني شنو؟ يعني معناها أكو كلمات تصاغ من صوت، الصوت يشبه الكلمة. يعني شلون؟ هسه مثلا شايفين الكليك، نقول كليك كليك كليك، الكليك اللي هي شنية يعني دقة مال الماوس أو هيك شيء، يعني صوت هذا دقات مالت الماوس تشبه كلمة كليك. واضح؟ هيك هيك مقصود. أو مثلا يعني مثلا واحد يقول راح يهمس، همست بأذني. مرات واحد من يهمس هنا صوت الهمس، كلمة الهمس تشبه صوت الكلام. واضح؟ دا تشوف كلام الكلام لما الإنسان يتكلم بيهمس همس، صوت الهمس ويا الكلمة يتشابه. إذن اللي يعني خلينا نقول يشتق من المعنى، من خلال المعنى. واضح؟ زين. The meaning is usually sound. المعنى هو الصوت، يعني أنا يكون على شكل صوت. Either neutral طبيعي as a rar of water. شوف rar of water، خرير المياه. ده شوف rar، شوف rar rar خرير، rar خرير، rar خرير. هذا بيها rar وهذا بيها rar. شوف أكفة تشابه. To waterfall يعني للمياه، خرير المياه والشلالات. أو artificial اللي هو الاصطناعي، مثلا clang of ball يعني نقول طقة الطوبة أو هيك شيء يعني. واضح؟ clang of ball. But the meaning may be created that produce the sound. لكن المعنى بعض الأحيان يكون هو يكون السبب في إنتاج الصوت. هنا المعنى مهم طبعا، المعنى هنا مهم، ذني لازم تحفظهن. واضح؟ هذا كل أمثلة تحفظها جدا مهمة. هذا عندنا مثال تمرين، مثال تمرين يقول لك يا أما compound يا أما invitation أو derivation أو mechanism. طبعا هنا ماكو قاعدة، حفظ حفظ، ما بها أي مجال، كله حفظ. نجي على clumping. clumping means cutting off the beginning or the end of word. إذن هنا قطع بداية أو نهاية الكلمات، أو both، أو ربما بدايتها ونهايتها. leaving a part، تترك جزء. وهذا الجزء stand for the whole، هذا الجزء إيش بي؟ راح يشير إلى كل المقطع لما كان كامل. تفهم قصدي؟ مثال عليها يعني هسه مثلا هذه بورنو، معناها شنو؟ بوروغرافيك. بوروغرافيك إيش سوى هنا؟ قطع المقطع بداية نهايته وخلى بس هذا، هذا راح يشير اللي بأكمله. واضح؟ الحل التمرين صفحة 326. طبعا هذا مثل ما قلت لكم انه انت تقطع جزء من الكلمة او جزء من عدها او كلها وتخلي جزء اخر، لان مرات كلمتين يعني. واضح؟ وهذا الجزء راح ايش يسوي؟ راح يشير للمعنى بأكمله. واضح؟ هذا يسمونه كلمبين. زين، هذا عليه ايضا نفس المثال، تحفظه هذا التمرين. زين، هذه كلها تمارين حفظ. اكرونومي. اكرونومي شنو معناها؟ هذا اكرونومي تختلف عن كلبينج. احنا الكلبينج قلنا نقطع جزء من الكلمة ونخلي الجزء الاخر، وهذا الجزء الاخر راح يشير الى الكل. لكن اكرونومي معناها شنو؟ The process of word by word is far from initial or beginning segments of succession of word of succession of our words. شنو معنى هذا؟ معنى كلمات عندنا فد 10 كلمات، 5 كلمات، كلمتين، ناخذ اول حرف من كل كلمه، ناخذ اول حرف من كل كلمه راح تنتج لنا هذا الكلمه الجديده، راح اللي هي راح تشير ايضا للكل. طبعا تقريبا نفس الكلبينج الا بيتشابه، لكن يختلف، يختلف. واضح؟ إذن مثال عليها ناتو اللي هي أصلها North Atlantic Treaty Organization. واضح؟
هذا تمرين جدا مهم، هذا تمرين تحفظ حفظ. واضح لحد ما تصفحة 327. نجي على البلاندينج. البلاندينج is the fusion of two words into one. هذا مهم. تكلمنا عن الكلامينج إن نقطع جزء ونترك الجزء الثاني وبنفس الكلمة، طبعا مو بكلمتين، ما يكون بكلمتين، نادرا ما يكون بكلمتين. هنا بلاندينج هنا شرط أن يكون اثنين، لكن شنو the fusion of two words؟ يعني أن كلمة قلصها إلى كلمة، إلى كلمتين قلصها إلى كلمة واحدة. وعادة وعادة ما يكون the first part of the one word، وعادة ما يكون الجزء الأول من الكلمة الأولى مع الجزء الأخير مع الكلمة الثانية. يعني عندنا كلمتين، نقطع الجزء الأول، الجزء الأول من الكلمة، ونترك جزء وأيضا من الجزء الأخير من الكلمة الثانية، راح ندمجهن تكون كلمة واحدة، وهذه راح تدمجنا كلمة جديدة أيضا. واضح؟ فهنا دا تشوفون هنا ترانسفير زائدا ريسيستر، ترانسفير زائدا ريسيستر، هذه تشوفون هنا راح تندمج تنتجنا على معنى جديد. هذا المعنى الجديد يختلف عنه، اذا راح ناخذ مقطع من هذا ومقطع من هذا تنتجنا كلمة جديدة تقريبا. هذا يعني ما لدي يدكم ويا الكلابينج. كلابينج يعني قلت لكم يعني نفس الكلمة، لكن هذا كلمتين. واضح؟ زين، حفظ اكثر تمارين هنا حفظ. نجي على هذه الطريقه باك فورميشن، يعني هذا يعني عندما يكون تغيير في نهايه الكلمه، يعني خلينا نقول في خاتمه الكلمه. The process is called back formation. It may be defined as formation of word، هذا تعريفها، from one that looks like derivatives and example is hedlogov. Hedlogov from noun. ها ده تشوف هنا، يعني ده تشوف هنا المقطع هذا ده تشوف، شوف تغيير هنا، كرر ال P وضاف ER. شوف هنا شلون التغيير صار في خاتمة الكلمة، نهاية الكلمة. تل تلر، رايت رايتر، يعني تغيير خلينا نقول نهاية الكلمة. واضح؟ هذا المقصود به. تمارين بس تحفظون الحفظ إن شاء الله. هذا تمرين أيضا على نفس الموضوع، تحفظون حفظ شلون تغير. راح نجي على الأنتونيمينيزيا، اللي هذا طبعا معناها، طبعا تعريف تحفظه، معناها انه شيء ما شخص اخترعه، وهذا الشيء راح يسمى باسمه. ها طبعا اكو فرق. احنا قلنا اول بالبدايه قلنا الانفيتيشن للاختراع، لأن نخترع شيء ونسميه اسم جديد راح تظهر لنا كلمة جديدة. بس هاي تختلف، شلون تختلف؟ لأنه بهذا الموضوع الشخص راح يخترع شيء وراح يسمى باسمه، أو يعود إلى المن، إلى اسم المدينة. مثلا هامبرجر، هامبرجر أصلها من هامبورغ الألمانية، أول مدينة سوتها هي شنية، هي منية، هي هامبرغ، فسموها همبرجر لان اصله من مدينه هامبورغ. فهنا هذه الطريقه ايش يسمونها؟ هذه الطريقه يسمونها انتونيمينيزيا. واضح؟ انتونيمينيزيا كلش مهمه. واضح؟ فهنا هذه التمارين تحفظونهن. راديبليكيشن معناها مضاعفه، يعني شنو؟ A process of forming new word by doubling morpheme. هنا عندنا مورفيم راح نضعفه
بمضاعفته راح تنتج لنا كلمة جديدة بمعنى جديد. واضح؟ مهم هذا جدا. طبعا هذه لها ثلاث انواع. النوع الاول ان انت تعيد نفس المورفيم، مثلا كلوب كلوب، تيك تيك، هذه كلمة جديدة. نوع شنو؟ ذا بيس مورفيم از ريبيتد وذاوت تشينج، نعيد نفس المورفيم الاول بدون تكرار. ممكن يجيب لك سؤال يقول لك شنو نوع، اذكر ثلاث انواع، الانواع الكلمات هذه اللي هي قلنا ريبليكيشن، عندنا ثلاث انواع، قال لك كررهن، اكتبهن مع تغيير ومع امثله. فالنوع الاول هاز ذا بيس مورفيم هاز ريبيتد وذاوت تشينج، نفس المورفيم يعاد بلا تغيير، مثلا تيك تيك. النوع الثاني ذا بيس مورفيم از ريبيتد وذ تشينج اوف انيشال كونسوننت، النوع الثاني يعيد نفس المورفيم لكن بتغيير حرف الكونسوننت اللي هو يجيب الاخير، مثلا فيديدي الاول مع تغيير الكونسوننت اللي بدايه الكلمه، رازل دازل، رولي بولي، هذا شوف اول حرف ده يتغير، هذا النوع الثاني. اما النوع الثالث the base morpheme is repeated with a change of vowel، اذا النوع الثالث نعيد نكرر نفس المورفيم بتغيير حرف العله، مثلا tip top cross cross. واضح؟ نغير حرف العله، هذا النوع الثالث. مهم جدا، ثلاث انواع لازم تحفظون. هذا عليه مثال ايضا. هذا بالنسبه لي الفصل، ان شاء الله خلاص، واتمنى استفادت من عنده وفهمته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.